أحسن عليكم. في آخر أسئلتها تقول: ما معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لعن الله من مثل بالحيوان، وهل ثبت الحديث عنه عليه الصلاة والسلام؟ الذي ورد لعن من جعل الحيوان ما فيه روح غرضا، لعن جعل ما فيه روح غرضا يعني هدفا للرماية، وهو حي يصبر الحيوان أو الطير في مكان لأجل أن يتعلم الناس الرماية عليه، ويجعل هدفا للرماية، لأن في ذلك تعذيبا للحيوان، فمن فعل ذلك فقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم.